مشاهدينا متواصلين معاكم وحياتنا، بنروح معاكم لفقرتنا الحوارية التانية. في حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن العلاقات، أسس العلاقات وإزاي ممكن نتمتع بعلاقات إيجابية. ده هيكون موضوع لقائنا مع ضيفتنا المشرفانة على الهواء النهاردة. معانا دكتورة سارة هلال، لايف كوتش واستشاري علاقات. أهلا بيك يا دكتور، شرفتينا. أهلا وسهلا. دكتور سارة، فكرة العلاقات، إحنا طبعا في كل مراحل عمرنا بنتعامل مع أشخاص في حياتنا، علاقات، سواء كانت علاقات قرايب، اهل، اصدقاء، ازواج، اهل الزوج، الجيران، حياتنا مليانه علاقات. فطبعا بيشوبها في كل مرحله عمريه، وساعات بنتعامل مع علاقات بتؤرقنا وبتتعبنا، وساعات علاقات بتستمر معانا لفترات طويله. اللي بيحكم العلاقات ايه؟ يعني انا بشعر ان اللي بيحكم العلاقات، عشان المسافه، فن المسافه، ان يبقى في مسافة بين الشخص والاخر مهما كانت علاقتي بيه، حتى علاقتي بابني، خصوصية الشخص، وانه يبقى في مسافة آمنة، افتكر ان دي اللي بتنجح العلاقات. هو مهم كبداية أعرف إن العلاقة الناجحة أو علاقاتي بشكل عام، كل ما بقت ناجحة بتأثر بشكل إيجابي بشكل كويس على حياتي كلها، على حياتي الاجتماعية، على حياتي الأسرية، على حياتي حتى في الشغل. فمهم جدا أنا أكون واعي قوي بجودة علاقاتي مع الناس، لأن هي اللي هيبقى لها تأثير في كل حاجة في حياتي بعد كده. طبعا فمن الخطأ إن أقول إيه، أنا خليني بعيد عن الناس طول ما أنا بعيد طول ما أنا ناجح. هي مش كده أبدا، هي علاقاتك ووعيك إن علاقاتك تكون كويسة باللي حواليك، وده مش معناه إنك تكون كلوزد مع كل الناس، لأ، إن علاقاتك تكون كويسة مع اللي حواليك كلهم، ده ليه أثر إيجابي جدا في باقي حياتك بقى كلها في وسط المجتمع ومع الأسرة ومع كل الناس. ففي بقى حاجة بسيطة كده هو كبداية، احنا لو جبنا طفل صغير وقلنا له تعالى انت تحب تاكل ايه، فتلاقيه بيقول على الحاجة اللي هو بس بيحبها. ايه طب عايز تخرج تروح فين؟ دايما تلاقي الاطفال تقول انا اروح المول الفلاني عشان فيه الملاهي الكذا مثلا. هو هل فكر في مامته تحب تقعد فين، او في باباه، او في اللي حواليه؟ هو فكر في نفسه بس، دي فطرة جواه. طب احنا من الفطرة دي هتلاقي كل الاشخاص الاساس بتاعها انها بتفكر في نفسها، دي فطرتنا. بس هل ده يخليني انسان اناني؟ لا، الجزء ده ليه شقين، ان انا اكون واعي قوي ان كل الاشخاص اللي في حياتنا الطبيعي بتاعهم ان هم بيفكروا في نفسهم، دي فطره الحياه. بس الفرق اللي بيحصل ايه، ان الطفل اتفطر كده، بعدين بيكبر فمسؤولياته كل شويه بتزيد، فبيبدا يهتم بالاخرين. في العلاقات بقى تعملي دي ازاي؟ تبقي واعية قوي وانت بتتعاملي مع الناس انك تهتمي بيهم، انك تهتمي باللي هم مهتمين بيه، علشان تبني علاقة ناجحة مع اللي حواليكي، مع حتى علاقة نسب، علاقة بين اخواتك وكده. اي حد في الدنيا بيحب الناس اللي قدامه يهتم بيه، يهتم بافكاره، يسأله. ما تستغربيش ان حد يجي يقولك انا علاقتي مش كويسة بالشخص الفلاني او كده، لان انت ما اديتلوش الاهتمام الكافي اللي يخليه يحبك. يعني فعلا المقولة اللي بتقول ان الاهمال بينهي اي علاقة مهما كانت قوية، اساسي، لان دي انت كده بتلعبي في الفطرة بقى. طب الاهتمام ده يجي ازاي؟ كلنا برضو عندنا لخبطة في الحتة دي، انك تهتمي بالشخص فتبدأي تعملي كل حاجة هو عايزها تخنقيه. هي مش كده ابدا، هو الاهتمام في انك تطلبي خدمات من الشخص ده. ازاي؟ يعني انت تكوني محتاجه حاجه، فانت عايزه توري سين او صاد ان انا مهتمه بيك، فتبداي تكلفيه بحاجه او تطلبي منه خدمه. انا حابه انك انت اللي تعمل لي الخدمه دي، بشرط تكون الخدمه في ينفع تتعمل، مش تطلبي المستحيل، يعني خدمه ينفع تتعمل، وخدمه انت ممكن تعرفي تعمليها لوحدك، بس انك تطلبي ده انت بتحسيه باهميته، انت كده بتوري له ان انت حد مهم في حياتي. درجة القرب ما بيننا تسمح لي ان انا اطلب منك طلب انك تعمله شخص مهم، حتى لو درجة القرب مش قوي، كبيرة، بس انت بالنسبة لي شخص ثقة، انت بالنسبة لي شخص مهم. ده اللي خلاني انا اول ما فكرت اني محتاجة حاجة فاتصلت عليكي وقلت لك انا محتاجة الحاجة دي، الشخص في وقتها برضو اوتوماتيك هيحس ان هو انسان مهم، اديتيله قيمة. دايما وابدا تلاقي في ناس كتير تقول لك انا مش حاسة بقيمتي. ليه مش حاسة بقيمتك؟ اصل حاسة اني قاعدة مش بعمل حاجة، انا ماليش قيمه عند الناس. ليه مالكيش قيمه عند الناس؟ هتلاقيها تقولك مش الناس بتكلمها وحش ابدا، بيطلب مني حاجه،
محدش التقدير. بيقول لي يبقى احنا دلوقتي دي تاني نقطة بنتكلم فيها. الأول اتكلمنا عن الاهتمام وان هو بينجح أي علاقة، تاني نقطة هي التقدير، خصوصا كمان في بعض الناس هم شخصياتهم كده بيحبوا التقدير، بيحبوا ان حد يحسسهم ان هم ان انت بتثقي في دماغهم، بتثقي في أفكارهم، بتثقي فيهم بشكل عام. يبقى الاهتمام والتقدير من أهم النقط اللي بتنجح أي علاقة. كويس جدا، نكمل. في نقطة مهمة جدا، لو انت عايزة تكوني حد ليه علاقات كويسة، انك تكوني شخص جذاب. الشخص الجذاب مش طبعا مش شكل ولا لبس ولا الكلام ده كله، الشخص الجذاب الشخص الناجح، او الشخص اللي هو عارف هو عايز ايه كويس، الشخص اللي مش ماشي مع الموجة. على فكرة اللي ماشي مع الموجة ده بيتعلم عليه بسرعة جدا، بيكون معروف، بيتقفش بسرعة. بيكون معروف ان ده حد ماشي مع الموجة، يمين يمين شمال شمال. فمهم جدا تكوني حد عارفة انت عايزة ايه، ناجحة في اي حاجة، مش لازم في شغل، مش لازم في دراسة، مش لازم في الكلام، في اي حاجة تبقي حد ناجح، تبقى حد لما تقعدي اللي حواليك فاهمين قوي انت دماغك رايحة فين، وتبقى دايما القعدة بينك وبين اي حد بعيدة عن القعدات اللي تودي السجن، اللي هي بتاعت النميمة والكلام والحاجات دي. لا، تبقى قاعدة هادية، نتكلم ازاي نبقى افضل، نتكلم ازاي تبقى حياتنا احسن. ما تبقيش مثلا واحدة بتقولك الفيلم ده ممتاز اسمعيه، مش علشان هي قالت كده وانت حسيت ان الفيلم حلو فانت معاها، لا، يبقى لك شخصيتك. لما يبقى لك شخصيتك ويبقى لك وجهة نظرك، هتكوني شخص جذاب بالنسبة اللي حواليك، فبرضه هترجعي تكوني محل ثقة وهتعملي علاقات كويسة. في نقطة تانية مهمة جدا برضو في العلاقات، الانصات. هل تقبلي ان كل اللي معدي واللي رايح واللي جاي يخبط على رجلك ويقولك معلش ما كانش قصدي، لا طبعا. يدوس على رجليكي وخلاص؟ زي ما احنا ما بنقبلش كده، انا ما بقبلش ان حد يدوس على كلامي، يدوس على افكاري، ده المقاطعة. فلما تكوني شخص منصت مش بيسمع، بسمعك يعني وانتي قاعدة، لو انا بسمعك وقدام حوالينا 10، انتي اهم حد قاعد، وانا اهتمامي كله بيكي وبالكلام اللي انت بتقوليه. في الوقت ده علاقتي بيكي انت هتحسي ان انت ليكي قيمه كبيره عندي، فعلاقتنا ببعض هتكون كويس. لكن الشخص اللي مش بيسمع ونقعد بقى نمسك الموبايل واحنا بنتكلم وكده، مش لطيف، مش هتكون علاقه لطيفه ابدا. في نقطه بقى دي كلنا بنقعد نقول اصل احنا عندنا زهايمر، اصل انا مش بفتكر، بس دي النقطه دي في العلاقات والله ليها مفعول السحر، الاسامي. افتكري اسامي الناس. اصلا انا مش بعرف احفظ، لا معلش حاولي، لان على الاقل دايرتك القريبه يعني. بالظبط، حاولي، لان ده بيخلي اللي حواليكي يكنولك كل حب، انك فاكراهم، انك فاكره اسم ده، نادي الشخص باسمه. زي حد رايح ياخد قرض من البنك، ينفع حد غيرك يروح ياخده؟ لا، ما هو باسمك، لان حاجه تخصك. فتخيلي انا لما ادخل مكان واقولك ازيك يا فلانه، ازاي وانت ازيك وعامله ايه ولادك ازاي فلان وفلان، ده انا كده معناه ان انا بهتم بيكم جدا. طبعا، وهندرج تحت التقدير برضو، جدا، ان انا بقدر الشخص قدامي، فانا فاكراه وفاكره تفاصيله وفاكره عنده كم بالظبط. ولد وكم بنت وبسأل عليهم بالاسم. بالظبط. طبعا شيء مهم. الامر ده ملهوش علاقه بذاكرتك عامله ايه، الامر كله احترام وتقدير للي قدامك. لكن تخيلي حد داخل يقول لك ازيك انت كنت قلتي لي اسمك ايه، خلاص اوريدي انت كده عملتي لي حاجز، في حاجز كده بيني وبينك قفلتيني. كده، قفلتيني. حاجز بيني وبينك انا مش عارفه هده، وحاجه لا اراديه ان الشخص مش فاكر اسامي اللي حواليه. من المشاكل اللي بتواجهنا دكتوره ساره في فن العلاقات عموما هو ان احنا بنتعامل مع الناس على اساس احتياجاتنا احنا وافكارنا احنا وطباعنا احنا. زي ما حضرتك ذكرتي في بدايه الكلام ان في فطرتنا بتقول كده، او بجزء ما يبقاش طول الوقت وطول المعامله انا بتعامل على اساس انا عايزه ايه دلوقتي، وانا بحب ايه دلوقتي، وانا عايزه منك ايه بالظبط دلوقتي. ان انا بتعامل على اساس شخصيتي انا، بغض النظر عن ان اللي قدامي هو كمان شخصيته ايه وبيحب ايه وبيكره ايه وايه اللي بيضايقه وايه اللي ما بيضايقوش. ان في بعض الناس بتتمحور حوالين نفسها في العلاقه، فافتكر برضو دي من الحاجات اللي بتؤدي ان العلاقه ما تنجحش. بتبين، هو مهم قوي ان احنا نوضح لهم ان مش كل حاجه على التفصيل على مقاسك، ما ينفعش، مش كل حاجه لازم تتنفذ زي كل الناس ما انا اذكياء زيي، كل الناس بتفكر لا زيي، مفيش كل الناس كده. شايفه الرؤيه زيي، دي بتبقى خلي بالك مشكله. هتلاقي الشخص اللي كده تلاقيه عنده سمات من اللي فوق، مش بعكس يعني، تلاقيه مثلا يقعد في مكان عشان يتكلم هو مش بيسمع لحد، ليه؟ هو عايز يوري اللي حواليه ان هو اذكى حد موجود في القعده دي، فتلاقيه هو مش منصت لحد اصلا، هو مش سامع غير صوت نفسه.
طيب تعالى دايما تلاقي يقول لك انا بنسى، انا مش فاكر اصلا، انا لسه هفتكر، ده انا ورايا مش عارف ايه. عايزي برضو حسسنا ان انا يعني ان انا very important في كل حد مهم، حد مهم نائب جدا رئيس العالم، مثلا. والله انا رئيس نائب العالم رئيس فعلا، العالم. مفيش كده. لا انت كلنا عندنا مشاغل وكلنا عندنا مهامات، ولكن انا الناس بقعد معاها بديها من وقتي وبديها من اهتمامي، ده هيوطد علاقتي بيهم، ده هيخلي عندي علاقات سويه. لكن تلاقي الشخص اللي بيتمحور حوالين نفسه هو مركز الكون ده، تلاقي لا انا مش بقدر افتكر. طب خلاص يسمع، اصلا انا ماليش طول بالي اقعد اسمع ده كله. تلاقيه دايما في القعده بتاعته قعدات تودي في حته تاني خالص، يعني دايما بيقعد يتكلم على فلان عشان يوضح ان انا افضل. طب ما انتوا الاثنين كده وخلاص، يعني انتوا الاثنين كده طلعتوا من قعده ربنا يعافينا، يعني قاعده طبعا سيئه جدا طبعا. طالما قاعده كلها كده. لكن تعالي مثلا قولي لها انت عملتي ايه، طيب انت ازيك، تلاقيها دايما ما تسالكيش ازيك وازاي احوالك، الحاجه الفلانيه اللي كنت بتعمليها السنه اللي فاتت ده تمام، ده دي علاقات. مش معنى اللي بيسالك اللي كنت بتعمليه قبل كده اخباره ايه معنى ان انا شخص فاضي ومش ورايا حاجه، لا بالعكس، ده انا مهتمه. فمجرد ما بشوف سين انا بفتكر كل الاطار بتاعه. ليه؟ ان انا حريصه ان علاقتي مع سين وعلاقتي مع صاد تبقى كويسه. ليه دايما بنلاحظ انه علاقات الرجال مع بعض كأصدقاء بتمتد لسنوات طويلة ولفترات طويلة، ما بتحصلش خلافات كتير، لكن علاقات السيدات قصيرة الأجل؟ علاقات السيدات قصيرة الأجل لأن هي تشوبها حاجات كتير فيها تفاصيل سلبية. كتير. مهم، بصي فكرة التصالح مع نفسك، يعني فلان جه فلانة دي جت حكت لي أهلا وسهلا، طب ما جاتش ما زعلش منها. الستات بتعمل كده، دي راحت عملت الحاجة الفلانية وما قالتليش، تحب تحشو مناخيرها في كل حاجة. بتدخل فيها الغيرة. العلاقة السليمة انك بس تبصي على عيوبك وتحاولي تصلحيها، وتبصي على مميزات الناس التانية واحتياجاتهم وتحاولي توفيها في حدود المتاح من غير ما تيجي على نفسك. تدي الناس الاحترام وتبدلي الادوار، تدي الناس الاحترام اللي انت محتاجاه لنفسك، لان ده اللي هي انت زي ما بتدي زي ما بتاخدي. ما تطلبيش مني احترمك وانت مش بتحترميني، ما صح. تطلبيش مني اسمعك وانت مش بتسمعيني. في ستات كتير مش فاهمه النقطه دي، فاهمه ان انت لازم طالما احنا اصحاب، عارفه انت صاحبتي انت وبس، إيه انا متخانقه مع فلانه او في اختلاف بيني وبين سين فلازم ازعل مع اللي انت زعلانه منه، مفيش حاجه اسمها كده. الرجاله عندهم حريه، ده فلان ده ما سالش عنده عادي ان انا اتصل بيه. في ستات كتيره تلاقيها مش قادره تعمل مخهم ساعتها. خالص خالص، ليه؟ علشان ما حكتليش عن اللي حصل، ما حكتليش عن اللي جرى، مفيش مشكله. طب افرض حكت لك، يمكن انت ما كنتيش بالنسبه لها الشخص المناسب اللي تحكي لك في الوقت ده، في مناسب تاني. افرض انا مش مضطره اخاصم حد انت مخاصماه، خاصمها ليه؟ هي ما عملتليش حاجه. في ستات كتير يعني دماغها شويه، تفكيرها شويه طفولي قوي. في ستات كتير برضو عندها مهاره اللي هي تتخيل، يعني انها لما تتجاهل اللي قدامها اللي حواليها يعملوا لها قيمه، افكار مغلوطه، افكار مغلوطه بسبب المجتمعات. هتلاقي كل واحده تتصرف زي ما شافت اهلها مبدئيا بيتصرفوا في البيت. كل شخص فينا ليه مرجعيته الثقافية ومرجعيته العائلية والبيئة اللي اتربى فيها، وشاف باباه ومامته بيعملوا ايه ما بيعملوش ايه، قالوا له ايه. عشان كده دايما بنقول لما نعرف حد وندخل حد دايرة علاقاتنا لازم يبقى شبهنا، لازم تبقى على الأقل خلفيته قريبة من خلفيتنا. او احاول لو ما فيهاش ضرر احاول اوصل لفكره، ده احترام ليه واحترام ليا، وده هو هيقدر جدا ده. يعني انا لما احاول اوصل، يعني وليكن احنا في المدينه وفي حد في الريف، انت في المدينه ليكي فكر وفي الريف ليه فكر تاني، دول مجتمعين مختلفين تماما صحيح. عن بعض. جميل جدا ان اللي في الريف يحاول يوصل لفكرك احتراما ليكي، وانت برضو ما يعني توصلي لفكره احتراما ليه، من هنا بتنشأ علاقه كويسه. وهم مش شبه بعض اهو، احنا عمرنا ما كنا شبه بعض، ولكن احنا قربنا المسافات عشان نوصل لنتيجه كويسه. لكن هتبقي انت من المدينه ونزلتي الريف وحاولتي بقى توضحي للريف ان انت قد كده في المدينه حاجه واو وما حصلتش، اللي في الريف هيقفل منك، وانت كمدينه خسرتي ناس كويسه ممكن تكوني عارفاهم، ممكن يكونوا اولى بيكي اولى ليكي في يوم من الايام. يعني هل طبيعي ان احنا على مراحل عمرنا في متغيرات، في كل مرحلة ليها متطلباتها وليها شروطها وليها حاجات كتير،
هل صحيح انه صحي ان كل مرحلة وليها علاقاتها في حياتنا؟ يعني احنا ما نزعلش لما يحصل تغيير كل مثلا 20 سنة، كل مرحلة. يعني انا اختياراتي في علاقاتي دلوقتي وانا كبيرة غير علاقاتي اما كنت في المراهقة مثلا، ده طبيعي. لانه في ناس بتعتقد انه لا، احنا دمت بقينا اصحاب ودخلنا في علاقة مع بعض احنا لحد ما هنموت لازم نبقى مع بعض. مفيش، يعني الحياة سنتها التغيير. هو مهم جدا نكون قاعدين ومسستمين نفسنا كده ومنظمين ان اي حاجة ممكن تحصل في اي وقت ومن اي حد. بالظبط، وعي. احنا كلنا نعرف نقول الجملة دي، ان اي بس حاجة نيجي ممكن نطبقها تحصل بقى، في اي وقت وتحصل من اي حد، نيجي نطبقها، نيجي نطبقها تكون تقيلة شوية. لا، احنا لازم فعليا نتعود كده. لازم اكون فاهمة قوي ان فلان دخل حياتي في الوقت ده، خرج منه، خرج فجأة، خرج وقبلها كان في تمهيد، المهم انه خرج. فاكون انا دايما ستاند باي ان ده ممكن يخرج، ده او غيره. خرج مات، ما هي الموت حقيقة. فانا لو رتبت كل حياتي بحيث ان انا لنفسي انا عايشة مرتاحة، ودايما دايما بجدد، ودايما دايما بعمل علاقات صحية وعلاقات كويسة مع الناس، لاني بقدم الكويس. وفي نفس الوقت تلاقي دايما اللي بيقدم الكويس بيقدم بوعي، مش بيقدم بالصدفة، فبيفهم الوحش. لكن اللي بيقدم الكويس وخلاص، عشان برضه الناس كتير تقول لك انت قدمتي مش عارف السبت وحصل ايه لحد والكلام ده، انا معاكي. بس هو في اللي بيقدم الكويس واللي بيعمل الكويس في الاول وهو واعي، بيكون مدرك تماما الوحش لما بيجي قبله، بيكون فاهم ده قوي، لانه دايما لان علاقاته صحيه، فتلاقيه بيتعامل مع الوحش ده باسلوب متناسب معاه. يعني حد عايز يحس ان انا واو ومهم وما حصلتش، فتلاقي الشخص الواعي اللي بيتعامل مع العلاقات دي بوعي عشان ما يخسرش الطرف اللي عايز يعمل نفسه مهم ده، فتلاقيه دايما بيديله الاهتمام اللي هو عايزه في حدود أيوة. اللي ما يأذيهوش. دي نقطة مهمة جدا، ان بس انا اعرف مميزات اللي قدامي وعيوبه ايه، ولو عنده عيب واحد مثلا سهل او عادي ان انا اتعامل معاه على الاساس ده. يعني مثلا صديقة ما بتحبش العتاب فخلاص ما بعاتبهاش، صديقة ما بتحبش ان انا اكلمها في اي وقت فخلاص مش هكلمها في اي وقت. بالظبط، يعني ابقى فاهمة طبيعة اللي قدامي واتعامل معاه على اساسها. لما اجي انقد انقد كمان الفعل، ما انقدش الشخص. النقد حاجه كويسه، حاجه كويسه جدا. يعني لو لما اجي انقد لبس معين، لبس، فانا ممكن اقول اللبس ده، البلوزه دي مش حلوه، لكن مش البلوزه دي زي الزفت عليكي ايوه الطريقه اللي وانت ذوقك وحش وكده. ما ينفعش، ما ينفعش نعمل كده. وحتى لو احنا اصحاب ما ينفعش. يعني انت لو صاحبتي، ولو انت لو اختي، لو انا اهمك، انت مش هيكون كلامك جارح كده، دي ما فيهاش. فعشان كده مهم جدا ان احنا نتعامل بوعي في وضعنا كله، في حياتنا كلها نتعامل بوعي، ما نبقاش عشوائيين هي دي في دكتوره ساره. تصرفاتنا. الحياه بقت صعبه بشكل يخلينا غصب عننا نتعامل مع كل شيء بوعي. فكره السبهلله اللي كنا بنبقى عايشين لا، فيها دي، وان الدنيا بسيطه والدنيا جميله والناس كويسه لا، الدنيا لا بسيطه ولا جميله ولا الناس كلها كويسه ولا اي حاجه. فلو سمحتوا شويه تركيز وشويه وعي علشان ما نخبطش في حاجات ممكن بتبقى سلبياتها صعبه جدا. لا، انا اتعامل شويه بوعي وعي مع طول الناس. الوقت، طول الوقت احنا على وعي، وعي بنفسنا ومتطلباتنا وشخصيتنا واحتياجاتنا، ووعي باللي قدامي وهل اللي قدامي ده هيتناسب معايا ولا لا. صح، ما انا ساعات بشوف بلوزه جميله قوي في محل وهتجنن عليها بس مش مقاس، مش بالظبط، هاخدها يا اما هتبقى عامله كده يا اما هتبقى مش هتنفعني، بالظبط، فهعمل بيها ايه؟ ما اغرقش بقى في فلازم العلاقة. ابقى فاهمه انا واعيه انا متطلباتي ايه وشخصيتي شكلها ايه ويتلائم معاها ايه وما يتلائمش معاها ايه، واللي قدامي شخصيته ازاي وهو كمان قيمه ايه واوضاعه ايه يا قبلته وسلبياته وكملت ايه، عشان يحصل كملت الماتشنج ما بيننا. والا هنخش بقى هنفضل طول الوقت في صراع، احنا ما بنعملش علاقات عشان لا، صراع. هي العلاقة أساسها القبول. ايوه اي حاجه، اي علاقه في الدنيا اساسها ان انا اتقبل الشخص التاني. فانا حد مش متقبلاه ومش متقبله عيوبه، فاذا ما فيش علاقه اصلا. بس للاسف ما بنوصلش للوعي ده يا دكتور غير بعد وقت طويل، وبعد ما نكون قطعنا شوطات في حياتنا اتبهدلنا فيها. ما هو مهم قوي ان احنا، ما الفكره، لا هي مش بهدله ولا حاجه، هي الفكره ان احنا بنحكم على الافعال، انا مش بحكم على شخص. فانا الفعل اللي قدامي ده فعل كويس، انا هواجه الفعل الوحش، هواجه كويس بالوحش ليه؟ او هافرض سوء النيه ليه؟ هو حد بيعاملني كويس وبيقدم لي كل خير، انا هفرض ليه سوء النيه؟ ولكن اكون واعي ان هو بيقدم كويس، فهو اكيد ليه اسبابه.
احاول ادور على السبب وما اخلطش بين المفاهيم والمسميات بتاعه السبب ده. ليه ما بنوصلش المرحله دي غير بعد وقت متاخر؟ هو ده السؤال. ما عشان بنتكب، عارفه ايوه برافو عليك برافو عليك. يعني ما هي كده، احنا عارفه الحبل، انت دايما خلي حبلك في ايدك صح، لكن هتتسحبي خليكي دايما قويه ماسكاه كده. الشخص ده بيعاملني كويس ابدا، بس ما تمشيش مع الموجه. شفتي المد والجزر، خليكي واقفه ثابته. اللي قدامك اتعامل معاكي كويس، اهلا وسهلا، انا قابلت كويس بالكويس، لكن ما ندلقش، ما مش خلاص. ودايما اكون فاهمه قوي ان اللي بيتعامل بطريقه هو عايز حاجه، وده مش عيب. هو بيتعامل لسبب، سبب انه بيحبني، سبب انه بيحترمني، سبب انه هو عايز مني مصلحه. كل دي اسباب، واسباب مش وحشه، كلها حاجات مش سبب انه عايز يقرب مني عشان قعدته معايا بتفيده، ده مش عيب. سبب انه عايز يقوي، احيانا كلها في اسباب، مش نبيله بس، فهي كلها اسباب. انا امتى اعرف الاسباب دي؟ لما خلاص انا شايفه التصرف وبتعامل معاه بناء على تصرفاته اللي في القلوب، ده ربنا يعلم بيه، انا ماليش دعوه بيه، لكن انا ليا التصرفات. لكن لما انا اكون ماسكه زمام اموري في ايدي، فمش هندرج تحت اي حاجه، فبالتالي هبقى من بعيد لبعيد فاهمه، لان محدش بيفضل يقعد على نفس النمط فتره طويله. طيب. لا، لازم بيبان. في ناس بتدخل احيانا في علاقات مع ناس صداقه مثلا او اي حاجه، تلاقيها كده ايه ماشيه بمزاجها، يعني تكلمك النهارده كويس قوي، تقعد فتره كده كويسه، بعد كده ترجع تقلب تاني، بعد كده ترجع تظهر تاني. العلاقات او حد ينسحب من حياتك فجاه بدون اي اسباب، ولا خلافات ولا مشاكل ولا اي حاجه، فجاه كده تصحي الصبح ما تلاقيهوش. النوعيات دي بيبقى التعامل معاها صعب، خصوصا اللي بيظهر بمزاجه ويختفي بمزاجه. ده هقولك، هو الشخصيه نفسها ممكن تكون صعبه، لكن انا لو عرفت ان دي كده التعامل معاها هيكون سهل. ما انا عرفتها في الاول خالص، لو الشخصيه دي لسه متعرف عليها اول امبارح، ان انتوا اصحابه تمام وزي الفل، وانسحبت فجاه، فواجبي ان انا اروح اسال خير، هو حصل حاجه ضايقتك؟ انا عملت حاجه زعلتك؟ طب انت في المجمل في حاجه في حياتك مضايقاكي اليومين دول علشان كده بعدتي؟ انا كده بفهم اللي قدامي وبهتم بيه، انا لغايه هنا دوري خلص. طب مع الوقت لقيتيها هي طبعها كده زعلانه، حتى لو مش مني تقفل على نفسها، هي طبعها كده اتعرضت لضغوط بتقفل على نفسها. فمهم جدا ان انا اتعامل مع التصرف، ما اتعاملش معاها هي، يعني هي قفلت مع نفسها، ما شخصنش الامور بقى، ادي المشكله حجمها الطبيعي. ما ابداش اعمل زي اللي ماشي، عارفه الشاكوش ماشي اخبط 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 على المشكله دي واخبط على المشكله دي، لا، اطلاق الاحكام على الناس كمان غلط جدا، ما ينفعش. فهي حد قفل على نفسه، فاعرف ان الشخصيه دي شخصيه مزاجيه، فبقى انا عارفه كويس ان دي بتغيب يومين وبترجع. طيب ايه العيوب اللي بيها اقول لا لازم انهي العلاقات؟ العلاقه دي علاقه، المفهوم اللي كلنا بنسمعه دلوقتي علاقه توكسيك، امتى اقول لا العلاقه دي مش هتناسبني اطلاقا ولازم انهيها تماما؟ لما تكون علاقه مدخلاكي انت نفسك في صراع، انا مش مضطره ادخل في صراع طول الوقت علشان ارضي سين وارضي صاد وارضي عين، فلحد اصلا مش بيرضى، فخلاص علاقه تجيب لي مشاكل، المشاكل موجوده، لكن تقييم مشكله عن مشكله بيفرق، تجاوز مشكله عن مشكله بيفرق. اي علاقه ليها مواقف كويسه وليها مواقف حلو مش كويسه علشان اعرف اوزن، لكن انا حد مش شايف منه غير الضرر، فدي بتفيدني بايه اصلا؟ اقعد ليه اساسا؟ وعلى حسب مدى العلاقه بينا يعني. طيب احيانا بنحكم على العلاقات طول الوقت من منطلق الحب بس، يعني انا بحبها مليانه عيوب ومبهدله لي حياتي وكذا، لا انا بحبها. اطلاق العلاقه على العنان لمجرد الحب بس، افتكر ان ده مفهوم لوحده غير كافي، لازم العلاقه تبقى فيها توازن وتبقى علاقه مريحه وتبقى علاقه مرضيه، افتكر الراحه اهم من الحب. طبيعي، بصي الحب حاجه مهمه، ولكن مش هي اللي هبني عليها كل حياتي. يعني انا واحده صاحبتي وبحبها، بس كل ما اقول لها كلمه الاقي اسوان كلها عرفت مثلا، فده اذى، انا شعور ليا، يبقى انا بحبها. ايه حب ايه بيني وبينها دي؟ هي لو بتحبني هتخاف عليا، لكن بتحبني مش بتخاف عليا، هي مش بتحبني، يبقى احنا بنضحك على بعض. لازم ننهي فكره ان احنا بنستمر في علاقات
لمجرد الحب بس، مفيش حب كده. لوحده ما ينفعش. لا لا، ما ينفعش ما ينفعش. لو بتجهدني انا لازم انهيها، بس بشرط اكون قاومتها مره واثنين وثلاثه، اكون وضحت. هو التوضيح ان انا كمان حتى لو في خلاف بيني وبينها ما احولش الخلاف ده لاختلاف. لا سوري، لو حولت، لو الاختلاف ما احولش الاختلاف ده لخناقه لخلاف. لا احنا مختلفين، فانا احاول اعمل الارم كده من وقت للتاني، خدي بالك ما ينفعش نبقى كده، خدي بالك لازم لازم تقدري ده، لازم تعملي ده، انا بتضايق من ده. هي قدرت وفهمت اهلا وسهلا، ما قدرتش وما فهمتش خلاص انا بنسحب بكل هدوء، لان هي العلاقه بالنسبه لي مش مناسبه، ومش انا مش مضطره اقعد مع ناس مش مناسبين ليا. لازم الواحد يختار الحاجه اللي تناسبه، ما هياش غصب، احنا مش في حرب. يبقى بنلخص كلامنا علشان وقتنا خلص، نقول انه الاهتمام والتقدير والوعي هم اهم 3 حاجات في نجاح اي علاقة. بالظبط، مظبوط كده؟ مظبوط في كده. حاجة حابة تقوليها قبل ما ننهي القاعدة؟ لا، ونسمع، نبقى يعني دايما نسمع كتير اكتر ما نتكلم. اللي قدامك محتاج انك تسمعيه علشان تعرفي تصدري احكام، تعرفي تقولي رأي صائب. لكن ما سمعتيش وتتكلمي تتكلمي، فاللي حواليك كلهم هيفهموا انك بس عايزه تتكلمي عشان تظهري نفسك، ده بيبوظ اي نقطة حاجه. أخيرة عايزين نقولها برضو، إن إحنا ما نزعلش أبدا لما نعمل تصرف كويس ونقدم مجاملة لطيفة لحد وهو ما يستقبلهاش بالشكل اللي إحنا كنا متوقعين. إحنا كل واحد بيعمل بأصله، كل واحد بيعمل بأخلاقياته ومبادئه، وهو قدر ما قدرش، دي مش قضيتنا خالص. ده حقيقي، صح؟ صح كده، إحنا تمام. بنشكرك جدا ربنا دكتورة سارة يخليك، هلال، لايف كوتش واستشاري علاقات. شكرا جزيلا، شرفتينا ربنا النهارده. يخليك، شكرا شرف جزيلا ليا. ليكي. مشاهدينا، بنوصل معاكم لختام حلقتنا النهاردة، بتمنى تكونوا استفدتم من كل الموضوعات اللي ناقشناها النهاردة. هنقابلكم على خير يوم الخميس القادم، يوم السبت أسرة جديدة ويوم جديد، وتحياتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.